فرق فنية تعزف موسيقى عصرية. قد تبدو المشاهد طبيعية في دول منفتحة على الغرب، لكن المثير أنها في كابول حيث يقام مهرجان ثقافي يستمر لثلاثة أيام تشارك فيه فرق محلية وعالمية، من بينها ساوند سنترال وفيس أوف جروب. وجه ثقافي لم نعتد عليه في أفغانستان، حيث موطن حركة طالبان لزمن ليس ببعيد. الموسيقى صاخبة، حاول جميع الحاضرين الصعود إلى المسرح. انتابني إحساس بأن هذه أفغانستان الحقيقية. كنا نرحب بالمغنين ونصفق لهم بحماس ونستمتع بأدائهم. ويقول المنظمون إن الهدف من إقامة هذا المهرجان إظهار وجه حضاري لبلد عانى من الحرب والتطرف لسنوات. في أفغانستان تنوع كبير يشمل الموسيقى والثقافة والفن، وليس بالضرورة أن يكون ذلك مرتبطا بالدين. يوجد أفغان يتذوقون أنواعا من الفنون كما الغربيون.